هنا أولا يحفر جحرا في الأرض. نعم. حفره بأبعاد محددة مناسبة لكي يلقي فيه الصرصور الذي سيأتي به. نعم. ولكن انظر حجمه صغير جدا. نعم. يعني هذه حشرة صغيرة جدا، أصغر من الصرصور. أيوه. الصرصور أقوى منه طبعا وأكبر الله. حجما. سبحان الله. ماذا يفعل هذه الحشرة القرمزية الخضراء الملونة؟ سوف يهجم الآن على هذا الصرصور ويحقنه بمادة ليست سما. نعم. هو الآن بدأ يغرز يعني شفرته في هذا، في رأس هذا الصرصور، ويحقن مادة عجيبة جدا حيرت العلماء لسنوات. هذه المادة لا تعطل النظام الحركي ولا النظام العصبي، فقط تعطل قدرة الصرصور على اتخاذ القرار، يصبح مثل العبد المسير. يعني شيء عجيب، يحقن بروتين خاص في دماغ، يصل إلى دماغ هذا الصرصور، يحدث تغييرات في كيمياء الدماغ لدى هذا الصرصور، فيصبح هذا الصرصور مطواعا لهذا الكائن الصغير، يذهب معه أينما شاء. سبحان الله. يعني أنا أريد أن أتساءل قبل أن نكمل يعني مع الفيديو، كيف اخترع هذه الحشرة القرمزية الصغيرة، كيف اخترعت مادة العلماء عاجزون عن اختراعها اليوم؟ سبحان الله. سبحان الله. مادة تشل قدرتك على اتخاذ القرار فقط. سبحانك يا رب. كل القوى موجودة، فقط لا يستطيع أن يتخذ قرارا بالهروب، إنما ينساق معه. الآن بعد قليل سوف، سبحانك يا رب، يشد. انظر كم هو صغير أمام هذا الصرصور كبير. لو أنه حقن مادة جرعة قاتلة لا يستفيد منه شيئا، لأنه سيحمله إلى داخل الوكر الذي حفره. سبحانك يا رب. داخل النفق الذي حفره، وسيدفنه في الداخل، وسيضع بيضه عليه. هذه أنثى طبعا. نعم. ستضع البيض أين؟ على هذا الصرصور. سوف نرى شيء عجيب يعني فعلا. سبحان الله. سبحان الله. الآن هو ينتظر حتى هذه المادة تأخذ مفعولها. وسوف انظر كيف ينقاد، هو يمشي معه. انظر. نعم. طبعا لو أنه عطل قدرته على المشي لا يستطيع أن يجره لأنه ثقيل. نعم. انظر دخل به إلى الكهف هذا المظلم، هذا النفق. انظر كيف يدخل طائعا رغما عنه دون أي مقاومة. نعم. ثم يبدأ بالبحث عن مكان مناسب لتضع بيضتها. هذه الله 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 هذه الله. انظر هذه البيضة. نعم. تضعها في مكان مناسب لتتغذى على هذا الصرصور. سبحان الله. ولكن القضية لم تنتهي هكذا، لأن الصرصور بعد قليل سوف ينتهي مفعول هذه المادة وسيهرب. لذلك سوف يذهب هذا الكائن الصغير لجمع بعض المواد ويحكم إغلاق هذا النفق. لذلك الله. لا يستطيع أن يخرج. سبحان الله. فتبدأ هذه، انظر هو يغلق، يأتي ببعض التراب وقطع الخشب وهذا، ويضعها بإحكام ليمنع هذا الصرصور عندما يفيق، يمنعه من الحركة. سبحان الله. فيصبح هذا الصرصور غذاء للبيضة التي وضعتها هذه الأنثى القرمزية. سبحان الله. خلال شهر تتغذى عليها ولتفقس بعد ذلك وتضمن لها غذاء. انظر بعد قليل سوف يحكم إغلاق، وهنا الصرصور عاجز تماما، والبيضة تبدأ بالتغذي على أحشاء هذا الصرصور. سبحان الله. يضمن لها غذاء لمدة شهر كامل. نعم. حتى تنمو وتمر الأيام. ثم بعد ذلك راقب العلماء فوجدوا أن البيضة تفقس وتخرج هذه الأنثى الجديدة. نعم.
خرجت من البيضة حشرة جديدة انظر كما أيوة. نرى نعم. لتقوم بنفس عمل أمها وهي لم ترى الأم ماذا الله. تفعل سبحان الله سبحان لم ترى الأم سبحان الله ماذا سبحان تفعل الله. فتقوم بنفس عمل هذه الأم سبحان الله وتأتي بصرصور جديد وتحقن هذه المادة التي هيأها الله بها سبحان الله. طيب يا أخي والله سبحان الله أنا أخاطب من يدعي أن نظرية التطور صحيحة نقول له من أين تعلم هذا الدبور أو هذه الأنثى القرمزية من أين تعلمت أن تصنع مادة لتشل قدرة هذا الكائن الصرصور على اتخاذ القرار من أين تمكنت من صنع هذه التقنية وإحكام إغلاق هذا النفق وغير ذلك كما رأينا إنه الله تعالى الله الذي الله قال أإله مع الله هنا إله مع الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله الله سبحانه الله وتعالى الله الله.